تواصل معكم من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والتنافس الأجمل. انطلق قبل قليل شوطنا الرابع عشر، الشوط الختامي وشوط الوداع في صباح هذا اليوم الجميل والمخصص لفئة القعدان مهجنات لأبناء القبائل. ومسافة هذا الشوط 5 كيلومتر مقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا الميدان. الشكر متواصل دائما لرئيس هذا الميدان السيد مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي على هذا التنظيم وعلى هذا المتابعة منذ الصباح الباكر. شكرا يا ابو ثاني على هذا الأداء المميز. نسير مع الصدارة مشاهدينا مع القيادة ومع المركز الأول والذي يحمل رقم 20 رقمه وليس مدون بالكشف. بطي بن سهيل بن دليوي مسيطر على مقدمة الشوط مع الشاهين. والمركز الثاني انتقل مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام واللي متواجد شايل السيد سالم بن حميد مفتاح الخاطري متواجد على المركز الثاني مع الشاهين. والمركز الثالث مباشرة وصول حبيب لسيد مبارك بن عطية بن مبارك البريكي متواجد على المركز الثالث. والمركز الرابع مباشرة وصول في هذه اللحظات الرمادي للسيد خليفة بن سليم متواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول صغان لسيد مشعان بن سعيد بن غدير. والمركز السادس وصول في هذه اللحظات ظبيان للسيد سالم بن سلطان بن عجيل متواجد على المركز السادس. والمركز السابع من الجانب الاخر وصول براق للسيد رايد بن محمد بن دحروي متواجد على المركز السابع. والمركز الثامن مباشرة مشاهدينا متابعينا الكرام وصول عذاب للسيد عبد الله بن مطر بن رفيعة متواجد على المركز الثامن. والمركز التاسع وصول رصاد للسيد سالم بن محمد بن ضبيعة متواجد على المركز التاسع. والمركز العاشر اختم به النداء والجولة الأولى وصول شاهين للسيد مطر بن نصيب بن سعيد متواجد على المركز العاشر ويقدم شاهين. هذا النداء الأول للمراكز الأولى والعشر متقدمة بهذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى شاهين للسيد مطر بطي بن سهيل بن دليوي مسيطر على المركز الأول وعلى القيادة. والمركز الثاني متواجد الشاهين للسيد سالم بن حميد بن مفتاح الخاطري يا سلام متواجد على المركز الثاني. والمركز الثالث وصول في هذه اللحظات حبيب لسيد مبارك بن عطية بن مبارك البريكي. والمركز الرابع اللي يغير وينتقل على المركز الثالث وصول في هذه العظبيان لسيد سالم بن سلطان بن عجيل متواجد على المركز الثالث. والمركز الرابع وصول رصاد لسيد سالم بن محمد بن ضبيعة متواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول عذاب لسيد عبد الله مطر بن رفيعة. والمركز السادس اشوف التغيير في هذه اللحظات شايل لسيد مطر بن نصيب بن سعيد متواجد على المركز السادس. والمركز السابع وصول حبيب لسيد مبارك بن عطية بن مبارك البريكي. والمركز الثامن وصول في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام براق السيد راشد بن محمد بن دحروي. والمركز التاسع وصول العاصف لسيد ماجد بن ثاني بن بليش متواجد على المركز التاسع ويقدم العاصف في هذه اللحظات. والمركز العاشر والذي نختم به النداء الثاني والجولة الثانية في هذا الشوط نشوان لسيد محمد بن خاطر بن هاشم متواجد على المركز العاشر. هذا النداء الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر مراكز الأولى متقدمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى القيادة. لا زال شاهين مسيطر على مقدمة الشوط للسيد مطر. وأشوف التغيير اللي جرى مشاهدينا متابعينا الكرام. رصاد يغير هذه اللحظات ويسيطر على المركز الأول للسيد سالم بن محمد بالضبيعة يسيطر على القيادة وعلى المركز الأول وعلى السيطرة في هذه اللحظات. والمركز الثاني متواجد الشاهين للسيد
المركز الثالث متواجد هذه اللحظات شايل الاستاذ مطر بن نصيب بن سعيد. والمركز الرابع وصول في هذه اللحظات من الجانب الاخر نشوان الاستاذ محمد بن خاطر بن هاشل. والمركز الخامس وصول في هذه اللحظات عذاب عبد الله بن مطر بن رفيعه. والمركز السادس وصول في هذه اللحظات شايل الاستاذ مطر بن نصيب بن سعيد. والمركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام وصول ظبيان للسيد سالم بن سلطان بن عجيل. والمركز الثامن وصول شايل للسيد خلف بن مصبح الرزي هذه النداء الاول هذا الشعار. والمركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام اشوف اللي واصل الباء شاهين للسيد محمد بن سعيد بن سليم واصل على المركز التاسع. والمركز العاشر من الجانب الاخر وصول في هذه اللحظات براق للسيد وصول صغار لمشعان بن سعيد بن غدير. هذا النداء الثالث والاخير بهذا الشوط. عدينا الكيلو متر لوحة الكيلو متر جولة الاوامر الامتار الحرجة امتار الحسم. اعود الى الصدارة اعود والعود واحمد رصاد مسيطر للسيد سالم بن محمد بالضبيع على القيادة. والمركز الثاني من الجانب الاخر وصول نشوان شعار بن هاشل للسيد محمد بن خاطر بن هاشل. والمركز الثاني طريق يا جماعة شاهين قادم شاهين للسيد مطر بن نصيب بن سعيد قادم ويندفع ويسيطر على المركز الاول. يا سلام يا سلام. والمركز الثاني متواجد نشوان محمد بن خاطر راجل. والمركز الثالث وصول عاصف العاصف قادم للسيد ماجد بن ثاني بن بليشه. هذا الشعار مرشح بناموس هذا الشوط الختامي في صباح هذا اليوم. اعود الى الصداره اعود الى شاهين مطر بن نصيب بن سعيد مسيطر مع شاهين على المركز الاول وعلى القياده وعلى السيطره. يا سلام يا سلام على هذا الاداء وعلى ركس شاهين في المركز الاول للسيد مطر بن نصيب بن سعيد. يا سلام روح يا بن نصيب روح مع الصدارة خلك مع الفورمة خلاص فالك الناموس. الثاني والناموس السيد مطر بن نصيب بن سعيد على بويسان المركز الأول. والمركز الثاني نشوان للسيد مطر محمد ومطر بن هاشل. والمركز الثالث عاصم السيد ماجد بن ثاني بن بليشة. والمركز الرابع براق السيد محمد بن دحوي. والمركز الخامس رصاد السيد سالم محمد بضبيعة. الثاني والناموس للسيد مطر بن نصيب بن سعيد على فوز المركز الاول وجميع المشاركين بهذه الاشواط وهذه السباق الجميل المميز هذا اليوم. وفي نهايه هذا الصباح الجميل